عندما تعود ذكرى سقوط الشهيد البطل حمروش حمودي يتذكر رفقاؤه بألم ومرارة كبيرتين. كيف استشهد الرجل بنيران صديقة عن طريق الخطأ وسقط بين أيديهم هنا بأعالي بلدية ولد أحباب جنوبي سكيكدة؟ غلطوا فيه صافي، ضربوهم على هذاك اللي هرب اللي كان الواحد صلحت فيه هو اللي حكمناه كي قتلوه واش نديروا احنا؟ راح الحال غطيناه بالواحد بالورق تاع الزين، مسؤول ناحيه صح، وغطيناه بالورق تاع الزين وخليناه في البلاصه. رحنا دورنا احنا ثاني نهار رجعنا لقيناه ديناه دفناه في بلاصة بما تدفنوا بالبايونات نتاع المكحلة وكذا. الأسرة الثورية بولاية سكيكدة بالتنسيق مع مصالح بلدية ولد أحباب تعيد أن يحيا ذكرى الراحل البطل حمروش حمودي، القائد الذي لقن المستعمر الفرنسي دروسا في الكر والفر وألحق به هزائما ثقيلة في عدد من المعارك. الشيء اللي نعرفه فيه هو سي حمروش حمودي كان قائد القسم، عسكري في القسم، وكان كل العمليات اللي تصير في هذا القسم الثاني هذا يشرف عليه هو، حتى انا ما كانش حاضر، هو اللي يكلف يروح يديروا العمليات. المعامله نتاعو والاحساس نتاعو والشجاعه نتاعو والذكاء، يعني ما كانش واحد مجاهد يقول لك حمروش حمودي تنقص حاجة. كيفما كانت نهاية حمروش حمودي سواء بنيران صديقة أو من العدو الفرنسي، فإن تاريخ الشهيد الراحل يشهد على بطولات وملاحم لمعارك انتهت بانتصارات كبيرة.